في البداية عايزين نعرف منك ليه ما بقاش في أعمال فنية بتتكلم عن مرحلة حرب أكتوبر؟ هو في البداية إحنا الأفلام اللي اتعملت كانت متأثرة جدا بالحالة المزاجية للشعب والحالة العواطف والمشاعر والانتصار وكل ده، فبالتالي الأفلام اللي اتقدمت، لأن دايما ما بتقدمي أي فيلم خاص بالحدث ما بيبقاش متناول كل الجوانب، فبالتالي أنت لا عندك أساسا ضعف وهشاشة في الأفلام اللي اتقدمت أصلا عن حرب أكتوبر. فبالتالي احنا دلوقتي عندنا مشكلة ان التاريخ حد تاني هو اللي بيحكيه، عشان كده بنشوف المنصات الاجنبية بيتم رصد الاحداث التاريخية اللي ليها جزء ويمثلنا احنا، هم اللي بيتكلموا عنها نتيجة ان احنا غفلنا عن ان احنا نحكي الحكاية بتاعتنا. فبالتالي تأثير، طبعا عندنا تأثير كبير. السبب اسباب كتير، اولا لان انت محتاجة ميزانيات ضخمة عشان تعملي افلام بالمستوى اللائق اللي تكلمي فيه عن حرب مجيدة، حرب أخيرة حصلت في هذه المنطقة، إنها كانت الحرب النظامية الأخيرة في الشرق الأوسط أو في منطقتنا العربية تحديدا، فبالتالي أنت لازم تبقي على قدر الحدث. فبالتالي الكتابة أكيد هيبقى فيها، هيبقى عندنا مشكلة في الكتابة، لأن مين اللي دلوقتي هتلاقيه على وزن كاتب كبير زي صالح مرسي، إن هو تطلعي منه عصارة العظيمة اللي مرت بيه كمواطن ضمن الشعب المصري، ضمن بيمر بالظرف السياسي ده. فانت مين اولا هتجيبي ورق ده بالشكل اللي احنا محتاجينه؟ الحاجة التانية التكلفة الانتاجية الضخمة اللي انت هتترصد لها. احنا شفنا طبعا فيلم الممر وفيلم السرب ومسلسلات كتيرة قوي الحمد لله الفترة الأخيرة، بداية من الاختيار، هجمة مرتدة، كان عندك مسلسلات كتيرة جدا تناولت الشكل العسكري المصري. بس 73 تحديدا دي بقى دي اللي محتاجه فيها يعني تكثيف وتكريس عشان ما حدش تاني يجي يحكي لنا حكايتنا احنا.